عرفني بنفسك. محمد علي. محمد علي مواطن مصري. اللي ماتوا مش قرايبي بس في الاغلبيه كلهم قرايبي، اخواتي وعمامي واخلاني وعمامي اي حاجه اقولها. في رئيس جمهوريه يقول لك ما اعرفش حاجه عن المظاهرات، ما اعرفش حاجه عن اللي ماتوا، ما تعرفش حاجه وليك العذر. 1301 مات في العباره، كان ايمن عمر في كاره لعب هنا في مصر، فاكرين يا شباب؟ راح يعمل تفتيش مفاجئ للمنتخب. وال 50 ماتوا مش مهم. في بلد اسمها الشيك تتذكروا 65 واحد وقع عليهم المنجم، حاجه محليه مش عالميه. الباخره كانت في عرض البحر وقمار صناعي بتصور، بتقول لك المصريين اهو. في الصومال ال 65 واحد اللي اتمسكوا في الصومال القراصنه، الخارجيه قالت لك معناش فلوس، معاهم فلوس لمين؟ لبطرس غالي، يوسف بطرس غالي يكحل عينه وكان عاملها مأموريه. سامع عليك حضرتك. انا اسمي حلمي مجدي حلمي، شوريتي رضا من امبابه، من شارع امام الغزالي جامع النصر. انت قلت عنوانك بالتفاصيل، احكي لي اللي حصل النهارده قدام محكمه حسن مبارك. اللي حصل النهارده اهل الشهداء جايين ندخلهم المحاكمه جوه، فالداخليه والامن المركزي راح اشتبك بينا وبيدخلوا مين؟ مؤيدين مبارك. بس انا عايز يعني الكلام اشتبكوا معاكم ازاي؟ بدون اسباب؟ اشتبكوا بدون اسباب، جينا جايين ندخل اهالي الشهداء. انا بقول انت شاب وحلو، كلمني كلام مقنع. ما انا بقول لك جايين ندخل اهالي الشهداء وزقينا الحديد. ايوه. راحوا هم مشبوكين اشتبكوا بينا. تمام. يعني انت كنت عايز تخش ندخل اهالي الشهداء مش احنا. احنا ندخل اهالي الشهداء اللي لهم حق يخشوا ويشوفوا حسني في قلب القفص. ويشوفوه بيتحاكم ازاي. فايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل عساكر راحت ضربه فينا اول مره، وتاني مره راحوا ضاربين فينا وجري ورانا، راحوا عاملين لنا كاردون. عربيه امن مركزي اتملت، عربيه الامن المركزي اتملت وطلعت قدام ورام درعتين، وراحوا نازلين وعاملين عليها كاردون. نطينا في الموقع اللي قدام ده القريه. نطينا راحوا نطين ورانا، راحوا نازلين حمام السباحه بهدومنا. يعني صيفت يعني. والله العظيم. بص بس. واحنا بننط من على الاسوار وما بيجري ورانا. ايه الاصابه ديت؟ انتي الميكروفون يعني. ايه اللي حصل؟ انا كنت واقف هنا بكل احترام وبنادي بهدافات ما بقول هدافات ما بتقولش يعني، ما بشتمش اي سلطه ولا اي شخص معين. انا بنادي بقول الاعدام لحسن مبارك والاعدام للعدل والاعدام للمساعدين، يعني بطالب بحاجه مفروضه وحاجه موجوده. اتفاجئت يعني اتفاجئت مفاجاه غريبه، لقيت قائد عقيد امن مركزي ادى للناس اشاره، ادهم اشاره غريبه، لقيتهم مره واحده تحولوا علينا، هجموا علينا. حتى هو كان ضاربني الصبح على ايدي ديت، ايدي لو كنت عامل فيها عمليه ضربنا عليها. بتضربني ليه؟ ضربني تاني مره، جيت بكلمه بعد ما ضربني وعملتها كده، بقول له انت يا فندم المفروض خليك راجل حضاري، ما ينفعش تعمل كده. قال لي على فكره انت لو جيت هنا تاني وقفت هكسر لك رجلك. بيقال انت حلفت عليهم بالطوب. بص يا فندم، من غير رد الفعل اكيد في فعل، هم اكيد فعلوا، هم لما ابتدوا الاول اكيد احنا هيبقى لنا رد فعل. هم ابتدوا الاول ازاي؟ احنا واقفين، ما انا بقول لحضرتك احنا واقفين بنقول شعارات، بنقول هدفات، ما بتعاندش اي سلطه ولا اي شخص، ولا بنقول الامن المركزي وحش، ولا بنقول الامن المركزي حلو، ولا وزير الداخليه عسل، ولا الكلام ده خالص. لا، ده احنا بننادي شهدنا وهنطالب باعدام. لقينا مره واحده، بقول لسيادتك العميد دوت اداهم اشاره مره واحده لانهم فكوا الحواجز وجري ورانا. ليه ما حدش يعرف؟ مش عايزيننا نتكلم. هو ايه؟ وانا شاكر برضو قوات المسلحه، هيفضلوا ان شاء الله عايزين تطلعوا يقيدونا كده، هيفضلوا يقيدونا. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، احنا بنطالب بالقصاص وراك في حاجه قصاص يا اولي الالباب.